في مقولة أو حكمة كده بتقول اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. المقولة دي يعني احنا كتير بنقولها في مواقف مختلفة في حياتنا، والحقيقة ان الحياة كل يوم بتعلمنا دروس، كل يوم بتعلمنا كتير. ومن مواقف الحياة في درس مهم جدا جدا بنبدأ نتعلمه بعد شوية كده كل ما بنكبر اكتر وكل ما بننضج اكتر، وهي ألا تثق في أحد. ما تثقش في حد. يعني في ناس بترفع شعار أنا أشك إذا أنا موجود. طبعا دي جملة شهيرة جدا، فيلسوف كده كبير اسمه ديكارت هو اللي قالها. الجملة الشهيرة دي بتأكد أهمية الشك والتفكير قبل ما نوصل لنتيجة، وده طبعا الجانب الإيجابي بتاع الشك، إنك مش أي حد يديلك معلومة تصدقها وتاخدها على علتها، مش أي حد يديلك معلومة تتصرف على أساسها، خصوصا الأيام دي احنا يعني إيه بعد السوشيال ميديا بنعيش عصر إيه إن كل واحد يكتب أي حاجة ونشير، وكلام بيكون أحيانا غلط، بنساعد ان احنا نروج اخبار ومعلومات لا تمت للواقع باي صله. فخلي عندكم شويه شك في اي خبر بيجي، خاصه من المصادر المجهوله او المصادر غير الموثوق منها. فالشك في حاله زي دي مثلا بيبقى مطلوب، وان احنا محتاجين يبقى في عدم يقين عندنا للمعلومات اللي بتيجي من مصادر مجهولة، مصادر احنا عارفين اهدافها ايه، ونبدأ احنا نبحث بطريقتنا وندور بطريقتنا على المعلومة الصح لغاية ما نوصل لمرحلة اليقين. الشك ممكن يكون يعني جانبه الإيجابي زي كده، زي مثلا أنه تشك في اللي قدامك، ما تدلوش على طول كل أسرارك، يعني واحدة واحدة بعد ما يبقى فيه عشرة، بعد ما يبقى فيه مواقف كتيرة بتثبت هو إيه ومعدنه إيه، أبدأ بعد كده أثق فيه واحدة واحدة، ولكن ما تدخلش على طول كده وندب في الناس وبعدين أقول إيه ده، ليه الناس عملت فيا كده، طب ما انا اندبيت من الاول، انا وقعت بلساني من الاول، ليه اعمل كده. ده الشك الايجابي. عشان كده بيقول لك انه الشك اساس الحكمه، وبيقول لك انه الشك ده لكنه قد يعلم الحكمه، وانا مع المقولات دي جدا. ده الجانب الايجابي زي ما قلت الشك الحلو، لكن في الشك اللي مش حلو، الشك اللي هو عدم الثقة والشك الدائم اللي عمال على بطال في ناس قريبين منك، في اخواتك، في قرايبك، في حبايبك، شكك في جوزك، شكك في مراتك الغير مبرر او غير المبرر، انه ما يكونش عندك سبب ملموس وسبب منطقي انك تشك. ده شك مرضي، ده شك ايجابي. طبعا في بعض الناس ممكن يكون عندها سبب منطقي لكده، فخلاص تمشي ورا المعلومات لغايه ما تصل للحقيقه ماشي، ولكن الناس اللي عمال على بطال شكاكه، هي في ناس شخصيتها كده، في ناس عندها للاسف مرض الشك، ممكن تكون هي شخصيتها كده طالعه كده، وممكن تكون في موقف ما في حياتها حصل لها خلاها اللي هو بقى اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي، حد عمل فيها حاجة فخلاص اللي جايب، مع ان اللي قدامه ده زي الفل او مراته دي زي الفل، بس هو كان عنده تجربة مراته اللي قبل كده او حبيبته الاولانية وعملت فيه حاجة فخلاص بقى اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. احنا للأسف بنشوف بعض الناس اللي هم مريضين بالشك. انت شايف نفسك ايه؟ يعني شايف نفسك شكاك؟ وعلى فكرة قبل ما مسألك انت شايف نفسك ايه فيما يتعلق باللي بيشك في مراته او اللي بتشك في جوزها او اللي بتشك في الناس القريبين منه، في مقولة بتقول ايه، الحب يتحمل الموت والبعد اكتر مما يتحمل الشك والخيانة. تخيلوا بقى، يعني في علاقات الحب او حتى مش اصل الحب مش رجل وامرأة، الحب ايا كان نوع، يعني ممكن صديقك تفقده بطريقة ما افضل او مش افضل، يعني بتبقى ارحم على نفسك من انك انت تبقى طول الوقت عايش في الشك. الشك ده حاجة صعبة جدا، وممكن يبقى مرض يموتك بعد شوية ويبوظ علاقتك بالناس كلها. حضرتك بقى انت شايف نفسك انسان شكاك؟ وهو الانسان الشكاك ده انت من رأيك ده صح ولا غلط؟ هل الشك الدائم ده صحيح؟ ازاي تعرف انك مريض بالشك؟ ايه هي الاعراض؟ لانه في ناس بتبقى عندها كده بس ما بتشوفش نفسها، فهل في اعراض؟ هنتكلم عن الموضوع ده النهاردة. ازاي
بتشوف ان الشك ده ايجابي، او ازاي تحدد، ازاي تقدر بينك وبين نفسك. اي حد بيسمعنا يقول طب ما انا مش عارف، طب انا النهارده هكلمكم في الموضوع ده، ازاي تقدر حضرتك بنفسك تحدد امتى الشك يكون ايجابي وامتى الشك يكون سلبي.